رسالة لكل إنسان قريب من الله، مستأنس بالله، يقرأ كلام الله، متلذذ بالأنس بالله. عليك أخي في الله أن تعتقد أن الذي قربك هو الله، فإنك ما قربت إلا لأنه هو الذي قربك. قال الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ما قال أولئك المتقربون، قال أولئك المقربون. إذا قربك الله عز وجل فإنك سوف تتقرب، وإذا لم يقربك الله فلن تتقرب. الله عز وجل يقول: صراط الذين أنعمت عليهم. الذي أنعم الله عليهم هو الله. وأنا أتكلم معاكم هذا الموضوع أحبابي في الله، أتت في بالي آية عظيمة تبين معنى هذا الكلام تماما، أن القرب الذي فيك هو من عند الله. الله سبحانه وتعالى يقول: ولولا فضل الله عليك ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.